مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اتجاهات الصحافة. نطالع في صحافة اليوم: الحوار الليبي أمال رغم الصعاب، الغرب والتعاطي مع الأزمة الليبية، الأزمة الليبية وجوانبها الاقتصادية. نناقش هذه الموضوعات وغيرها مع ضيفنا عبر السكايب، يحدثنا من الدوحة الكاتب الصحفي رشيد خشانة. سيد رشيد، أهلا بك في برنامج اتجاهات الصحافة مع اليوم. مرحبا، أهلا وسهلا. المساعي السلمية لحل الأزمة بين الفرقاء الليبيين باهتمام الصحف والكتاب في العالم، حيث لا تزال جلسة الحوار القادمة مجهولة الموعد في ظل استمرار العقبات التي يواجهها المبعوث الأممي برناردينو ليون في جمع كافة الأطراف وحثها على الالتزام بوقف إطلاق النار، وهو ما يطرح التساؤلات حول إمكانية نجاح ذلك حتى الآن. أشار الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفيجي في مقال نشر على موقع صحيفة العرب العالمية إلى أن هناك إشارات كثيرة من مختلف الأطراف التي حضرت الجلسات الأولى تؤكد استعدادها لتحقيق المصلحة العليا للبلاد والوصول إلى وفاق وطني يخرج ليبيا من حالة التأزم والاحتراب التي تهددها بالتشظي. وأوضح الفقيه أن هذا لا يعني أن النجاح بات أكيدا، لأن هناك دائما أطرافا أكثر تشددا من غيرها لأسباب أيديولوجية وحزبية، وربما توجد أجندات أجنبية تسعى لإفساد هذا الحوار بالإضافة إلى لردات الحرب. وأضاف الكاتب أنه لا يمكن لجم الأطراف المعرقلة للحوار إلا بوضع سيف العدالة الدولية بحزمة عقوبات تطالهم، فإذا تحقق هذا نستطيع أن نقول إن هذه الجولة من الحوار مرشحة حقا لإخراج ليبيا من المأزق. تطرقت المراسلة الصحفية السويسرية نويا هتسيرشيت سايتونغ إلى الأوضاع الجارية في ليبيا، حيث أوضحت أن فشل المحادثات في جنيف يرجع إلى عدم وجود تجانس بين الأطراف المتحاورة في ظل غياب للوحدة الوطنية بينهم، رغم تجديد كلا الجانبين على ضرورة التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار. وقالت الصحفية إن وجود متطرفين من الجانبين من شأنه أن يخرب تسوية سلمية للأزمة الليبية، حيث يمكن لمجموعة صغيرة بفضل قوة السلاح أن تخل بكل اتفاق يتوصل إليه، وبالتالي الرجوع إلى نقطة الصفر. تطرق الصحفي الليبي هشام الشلوي في مقال نشر على صحيفة العربي إلى الموقف الإيطالي من تعاطي المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مع الأزمة الليبية، حيث قال إن الدبلوماسية الإيطالية أبدت ومنذ تعيين المبعوث الإسباني كرئيس لبعثة الأمم المتحدة عدم الارتياح لكونها لا تزال تعتبر أن ليبيا جزءا من مناطق نفوذها أو الحديقة الخلفية. ونقل الشلوي عن مصدر مقرب من الخارجية الإيطالية قوله إن إيطاليا ترى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا فشل في مهمته بسبب عدم فهمه أولا لتفاصيل المشهد الليبي، وثانيا لعدم استماعه لرأي مستشاريه. وبين الكاتب أن إيطاليا كانت ترغب أن يراعي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عند اختياره ممثل المنظمة في ليبيا طبيعة العلاقات التاريخية الإيطالية الليبية لكونها من أقدر الدول على فهم الجغرافيا الليبية. سيد رشيد، أعود إليك في هذا السؤال، يعني في ظل قراءتك للأوضاع الراهنة في ليبيا، هل يستطيع بالفعل طرفا النزاع التوصل إلى تسوية سياسية قريبة؟ علينا أولا أن نميز بين مهمة برناردينو ليون وبين الحوار الوطني الليبي. لا أعتقد أن كلمة فشل كلمة مناسبة لهذا الوضع. نعم. يمكن أن نقوله هو أن هناك تعليقا لجلسات الحوار، وتعليق جلسات الحوار جعلت الليبيين وكل العرب المعنيين بالشأن الليبي من حولهم معلقون هم أيضا إلى هذا الخيط الرفيع في انتظار إمكانية عودة الحوار من جديد. وأنا لا أجزم بأن الحوار لا يمكن أن يعود. صحيح هناك تعقيدات كبيرة خاصة على الصعيد العسكري تضر وربما تنسف إلى حد كبير ما تحقق من مكاسب،
ولكن ليس من المستحيل أن يعود الجميع إلى مائدة الحوار إذا توفرت شروط معينة. قد يكون السيد برناردينو ليون ليس الشخص المناسب لإعادة ضخ الدماء في هذا الحوار، ولكن الموضوع الأساسي هو بين الليبيين أنفسهم. نعم. وأظن أن الجولة الأولى من المحادثات أو ما تم من محادثات إلى حد الآن أظهر استعدادا أكثر مما كنا نتوقع للتفاهم بين الليبيين. وهذا طيب هو سيد رشيد، يعني هنا الكاتب الليبي الفقيه على صحيفة العرب عرج على نقطة مهمة، ألا وهي تأخر نجاح الحوار يقترن بوجود أجندات أجنبية تسعى لإفساده. كيف ترى ذلك، وهل توافق على هذا الطرح؟ طبعا الجميع يوافق على هذا الطرح لأنه حقيقة قائمة، ليس فقط تدخلات أجنبية وإنما تدخلات عربية أيضا إقليمية كما هو معروف مع هذا الطرف أو ذاك. وقد تكون هذه التدخلات الدولية والإقليمية ساهمت في لجم إمكانية التقدم نحو تفاهم بين الأطراف المعنية. قد تكون هذه الأطراف مشدودة إلى ضغوط من ورائها ربما لا تسمح لها بأن تسير وفق منهج الحوار والتفاهم والمصالحة الليبية. أنا أعتقد أن البرنامج المطروح اليوم في ليبيا هو برنامج مصالحة يقوده المعتدلون في الفريقين من أجل عزل الأطراف التي تغذي هذا الصراع، وهي أطراف قليلة جدا. ولكن كما قال الأستاذ إبراهيم الفقيه فعلا ممكن لقلة قليلة أن تؤثر في تعطيل المسار. بالرجوع إلى صحيفة تسايتونغ السويسرية، هي أشارت إلى نقطة، إلى وجود متطرفين في كلا الجانبين من أطراف الصراع يعرقلون نجاحه. يعني هنا قالت أن ما يعرقل نجاح الحوار هو تطرف طرفي الصراع على تشبثهم ربما بالحراك العسكري. برأيك إن وجد بالفعل كيف يتم التعامل معهم؟ أنا أعتقد أن الأطراف العاقلة في الجانبين هي التي يمكن أن تنتصر على القلة القليلة من المتشددين الذين يريدون موقفا حاسما إزاء الطرف الآخر. كل منهما يريد أن ينسف الآخر ويلغيه من عملية التحول الديمقراطي في ليبيا. كل يعتقد أن الطرف المقابل ليس بناء في الانتقال بليبيا إلى الوضع الذي نأمله وننشده جميعا، ولذلك هم يعني ينفون بعضهم البعض. هنا يكمن المشكل الأساسي. يعني هل هؤلاء يستطيعون أن يضعوا فيتو على الحوار الوطني الليبي وأن يعرقلوه ويدخلون البلد في متاهات حرب أهلية شاملة أم لا؟ هذا هو السؤال، والسؤال الجواب عليه بأيدي الأطراف المعتدلة كما قلت السياسية. نعم. التي تريد حلا سياسيا حواريا وفاقيا لليبيا مثل ما كان الشأن في تونس وفي بلدان أخرى. وحيث لم يوجد هذا الحل مثل سوريا أو اليمن فإن البلدين ذهبا إلى وضع الدمار الذي يعيشانه اليوم. إذن النتيجة الطريق واضح والأطراف المعنية به تعرف ما طيب. هو الحل. الصحفي الشلوي على موقع العربي الجديد تطرق إلى أن إيطاليا أبدت عدم ارتياحها منذ البداية لتعيين برناردينو ليون مبعوثا للأمم المتحدة لدى ليبيا، ووصفته بأنه قد عجز على حل الأزمة في ليبيا. كيف ترى الدور الإيطالي في الأزمة حتى الآن، وهل هذا سيؤثر في مهمة ليون بشكل أو بآخر بهذه التصريحات؟ أولا مثل هذه الانتقادات الموجهة للسيد برناردينو ليون كانت موجودة منذ البداية، وخلال حواراته الأولى مع الأطراف الليبية سمعت شخصيا كثير من الملاحظات السلبية حوله. لكن في نفس الوقت القول أن إيطاليا أكثر قدرة على إدارة الأزمة الليبية هو أمر نظريا صحيح، لأن إيطاليا تابعت ليبيا منذ بداية القرن العشرين، يعني عندما اجتاحت ليبيا في 1911. ولكن مع ذلك لا يمكن بالتأكيد القول أن أي إيطالي يمكن أن يحل المشكلة أفضل من أي طرف آخر. لابد أن يكون هناك شخصية اعتبارية محترمة تعرف تاريخ المنطقة مطلعة على جوانبها المختلفة، كما كان مثلا رئيس الوزراء السابق داليما، ماسيمو داليما، كان يعرف جيدا ليبيا ويعرف أطرافها، طبعا يعرف النظام السابق. ولكن المطلوب اليوم شخصية من هذا المستوى يمكن أن تلعب دورا في التقريب بين الأطراف المختلفة. ولكن هذا القرار يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة. إذا اعتقد أن العطالة ناتجة عن وجود برناردينو ليون فأعتقد أنه سيغيره كما غير سابقا مندوب الأمم المتحدة في ليبيا. نعم، ستبقى معنا سيد رشيد في المحور الثاني من هذه الحلقة، وأنتم كذلك مشاهدينا الكرام.
ينظر الكثيرون إلى أن دور المجتمع الدولي عامة والغرب خاصة لا يزال سلبيا تجاه الأزمة في ليبيا، حيث لا يزال البعض يحمل الغرب مسؤولية كل ما يجري في ليبيا لكون الغرب كان مساهما فعالا في الإطاحة بالنظام السابق، وبالتالي يفترض على الغرب من وجهة نظر المراقبين أن يقدم المزيد من أجل دفع الأزمة في ليبيا إلى الانفراج. ذكر الصحفي الإيطالي ريكاردو تارنتيلي في مقال نشر على الصحيفة الإيطالية لينتي لتواليتي دي سنتي أن الفوضى الحاصلة في ليبيا مردها إلى التدخل العسكري الغربي الذي أطاح بنظام معمر القذافي سنة 2011، حيث إن الوضع أصبح يمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار بلدان المتوسط التي أساءت التعامل مع الأزمة الراهنة. وأفاد تارنتيلي أن ليبيا سيزداد سقوطها نحو الهاوية إذا ما استمرت القوى الغربية في التعاطي بشكل سلبي مع الأزمة في المنطقة، خاصة أن هذا البلد قد أصبح يمثل منجب ذهب لمختلف أنواع الأنشطة غير المشروعة. وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن التدخل العسكري الغربي لم يقتصر فقط على انتشار الفوضى والتشدد، بل ساهم أيضا في ظهور عصابات الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين، خاصة الأفارقة الفارين من جحيم الحروب والفقر والديكتاتوريات في بلدانهم. ذكر الصحفي الإيطالي ليون نيغروتي في مقال نشر على المجلة الإيطالية تيمبي أن الوضع المتأزم في ليبيا تتحمل مسؤوليته القوى الغربية التي تدخلت عسكريا بدعوى نشر الديمقراطية في البلاد، لكنها في نفس الوقت لم تساعد الليبيين على بناء مؤسسات الدولة. وأوضح غروتي أنه أصبح من الصعب تحديد ليبيا كدولة بعد اضطرار مجلس النواب إلى اللجوء لمدينة طبرق أقصى شرق البلاد، فيما سيطرت جماعات جهادية على مدينة درنة التي تبعد 430 ميلا بحريا عن إيطاليا. سيد رشيد، الصحفي الإيطالي على صحيفة ديسيندينتي يشير هنا إلى أن تدخل الدولي عام 2011 الذي أقبل عليه المجتمع الدولي هو السبب وراء ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، هل يمكن أن نعتبر ذلك صائبا؟ صحيح هذا الكلام صائب، ولكن يجب أن نقف عند ويل المصلين، لأن التدخل الدولي كان حلا لا مهرب منه، لا مفر منه لحل المشكلة مع الدكتاتور السابق، ولكن في نفس الوقت كان لهذا الخيار ثمنه. وأعتقد أن كثير من رجال السياسة الليبيين كانوا يعرفون أن هناك ثمنا سلبيا سيدفع فيما بعد، لكن أعتقد أنه لو كان هناك حد أدنى من الحكمة لأمكن احتواء هذا الموضوع وإنهاء التدخل الدولي بعد 8 أشهر تقريبا وبداية البناء الديمقراطي والتحول الديمقراطي. هذا لم يحصل، ولذلك أصبح باب التدخلات الدولية قائما إلى اليوم، وهو يؤثر تأثيرا حاسما فيما يجري داخل البلد، لأن الأطراف الوطنية لم يعد بأيديها ما يكفي من الأوراق لكي تدير اللعبة بنفسها. الأمر الثاني الذي أعتقد أنه كان أحد أسباب في وصولنا لهذا الوضع هو قانون العزل السياسي. أنا أعتقد أن هذا القانون أقصى من اللعبة السياسية في ليبيا. كثير من السياسيين الجيدين الوطنيين الذين اختلفوا مع القذافي في وقت من الأوقات بعدما اشتغلوا مع نظامه، ولكنهم اختلفوا معه وأصبحوا معارضين واضحين. طيب، بالحديث عن محور الحلقة وهو تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة في ليبيا، الآن كيف تقرأ هذا التعاطي؟ التعاطي الغربي خاصة هو تعاطي مبني على الخوف وعلى الاحتراس من التقدم في مزرعة ألغام. الغرب لديه هاجسان، الهاجس الأول هو هاجس مالي والتدخل الفرنسي في مالي وما أسفر عنه من نتائج لم تكن مطابقة للأمال التي علقت على هذا التدخل، والوضع الثاني هو الوضع الأوكراني الذي جعل أيضا الدول الغربية مترددة في حسم الصراع مع روسيا. هذان الجانبان يجعلان الدول الغربية مترددة اليوم في القيام بأي خطوة تجاه الوضع الليبي. وأنا أعتقد أنه ليس مطلوب أن يتدخل الغرب بالقصف وبالطيران في ليبيا. يمكن أن يدعم الهيئات الشرعية لكي تقوم بدورها ولكي تضبط الأمر في البلاد، تضبط الأمن وتضبط الاستقرار،
هذا هو المطلوب، ليس أكثر من ذلك، وإلا سنستمر دائما في التدخل الخارجي ولن نخرج منه أبدا، لن نخرج من هذه الدائرة المفرغة أبدا. طيب سيد رشيد، بالحديث عن الصحف تتحدث عن فشل المجتمع الدولي في احتواء أزمة ليبيا، وذلك لأنه لا ينظر إليها بعين الاهتمام، إلى مدى توافق ذلك؟ هو صحيح لا ينظر إليها بالاهتمام الكافي لكي يساهم إيجابيا في حل المشاكل، ولكنه نعم. الآن مدرك حسب ما نقرأه في كل الصحف والتحاليل والريبورتاجات عن المضار التي ستلحقه جراء الوضع الحالي في ليبيا، حيث هناك دولة فاشلة، علينا نقول نسمي الأمور بأسمائها، وبالتالي فإن الهجرة الإفريقية التي تمر عبر ليبيا وكذلك الجماعات المتشددة المسلحة التي تتدرب هناك ثم ربما تتسلل إلى البلدان المجاورة، كل هذه الظواهر الأمنية والاجتماعية نعم. وغيرها تؤثر بالتأكيد على المجتمعات الغربية وخاصة جنوب المتوسط، وهؤلاء يعتقدون أن ليبيا الآن هاجس كبير لهم ويتشاورون فيما بينهم، ولكنهم لا يرون أجندة واضحة أو خارطة طريق واضحة نعم. للتعاطي مع هذا الوضع. نعم، ابقى معنا سيد رشيد وأنتم مشاهدون في المحور الثالث من هذه الحلقة. كان المصرف المركزي الليبي حتى أيام قليلة يقف على خط واحد بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، إلا أن محاولة أحد الأطراف اقتحام فرع المصرف في بنغازي دفعت المصرف إلى واجهة الصراع، ما يراه البعض يهدد مستقبل آخر مؤسسة عاملة في البلاد، خاصة مع استمرار انخفاض إنتاج البلاد من النفط، والذي يشهد أصلا انخفاضا قياسيا لأسعاره. تناول الكاتب دافيد كيرباتريك في مقال نشر على موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن مصرف ليبيا المركزي يعتبر الجائزة الكبرى وسط الصراعات المسلحة المتصاعدة التي تستنزف البلاد منذ الإطاحة بالقذافي، كما يمثل الدرع الرئيسي الذي يمنع انزلاق ليبيا إلى أتون الفوضى المطلقة والحرمان. وأوضح الكاتب أن مصرف ليبيا المركزي سعى منذ بداية الصراع للحفاظ على الحياد بعيدا عن الخلافات، حيث استمر في تمويل الوقود والغذاء ورواتب الملايين من الموظفين العموميين، وهو ما ساعد الجماعات والأسر على الاستمرار في العيش. كما بيّن كيرباتريك أن الموقف الذي انتهجه المصرف وهو البقاء على الحياد سبب له ضغطا متزايدا من قبل الفصائل المتحاربة، وما اقتحام فرع مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي مؤخرا إلا تهديد آخر بشل آخر مؤسسة عاملة في البلاد. ذكرت وكالة الأناضول للأنباء في تقرير لها أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون ليبيا الأعلى في تسجيل العجز بالموازنة في الدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط، ليصل إلى 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بسبب تراجع أسعار النفط. وذكرت الوكالة أن تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 350 ألف برميل يوميا، رغم كونها أكبر مخزون للنفط في أفريقيا وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وما يجعلها أكثر البلدان تأثرا بانخفاض أسعار النفط. أعود إليك سيد رشيد، بالحديث عن صحيفة دي نيويورك تايمز أشارت إلى أن مصرف ليبيا المركزي يمثل الدرع الرئيسي الذي يمنع انزلاق ليبيا نحو أتون الفوضى المطلقة، يعني إلى أي مدى حقق مصرف ليبيا المركزي بالفعل توازنا بعدم انحيازه لأي طرف من الأطراف؟ ما قاله كيركباتريك في الصحيفة الأمريكية صحيح، لأن مصرف ليبيا المركزي هو في الحقيقة العمود الفقري للاقتصاد الليبي سواء في أيام القذافي أو بعد الثورة، والمس من هذا العمود الفقري هو مس بالمجتمع وبمؤسسات الدولة كلها، لأنه هو الذي سهر على أن تبقى في ليبيا هناك دولة، هناك مجتمع، هناك أسر تتقاضى رواتب لكي تعيش أو لكي تذهب للاستشفاء في خارج ليبيا. كل هذه الأمور تخيلوا أنها تقصف، وبالتالي تفقد ليبيا الإبرة الميزان التي تقوم عليها. فهنا أعتقد أن هنا انعطاف خطير جدا ويهدد بانتقال ليبيا إلى الفوضى كاملة، لأن هذا
هذا هو الحائط الأخير الذي يمكن أن يتكئ عليه حتى من يتحاورون في جنيف. وهل برأيك المجتمع الدولي إن انزلق مصرف ليبيا المركزي إلى أتون فوضى، هل سيسمح بذلك؟ والله لا يستطيع أن يفعل شيئا هو، لأنه ليس له إمكانية للوجود على أرض ليبيا أولا، وثانيا حتى لو وجد ليس بأيدي الأجانب أن يصححوا هذا الوضع، إذا لم يصححوا الليبيون فلا أحد يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. ولذلك نتيجة هذا الوضع هو أن نسبة العجز كما قالت الصحيفة التركية، نسبة العجز نعم. في الموازنة الليبية سيكون الأكبر بين الدول المصدرة للنفط، وهذا مشكل كبير جدا. من أين سيسد هذا العجز؟ طيب سيد رشيد، يعني برأيك هل تحول الصراع إلى صراع على الموارد وليس على السلطة، أم كلا الشيئين واحد؟ هو بالضبط مثل من يجلس على شجرة وثم يحاول أن يقطعها، يقطع الشجرة التي يجلس عليها، لأن الطرفين كانوا مستفيدين من وجود مصرف مركزي ليبي مستقر ويضخ الأموال نعم. كل شهر إلى من يتقاضون الرواتب. إذا ضرب هذا الأمر فإن الطرفين أنفسهما سيصبحان دويلات صغيرة، كل يدبر حاله من أجل أن يأتي بالأموال من هذه الجهة أو تلك، وخاصة من أطراف إقليمية ودولية. سيد رشيد، ستبقى معنا في المحور الأخير من هذه الحلقة حول موضوع صحيفة الجارديان البريطانية وتصريحاتها. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن وجود علاقة بين نظام القذافي ووكالات الاستخبارات البريطانية من خلال القيام بعمليات مشتركة خاصة، وذلك وفقا لوثائق رسمية تم الحصول عليها عقب التحرير. الأمر الذي يسلط الضوء على حقبة مخفية من تاريخ العلاقات بين النظام السابق وبريطانيا، ويضع السلطات البريطانية في وضع صعب أمام الحجم الهائل من الدعاوى المرفوعة ضدها في المحاكم البريطانية. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أن العلاقات بين وكالات الاستخبارات البريطانية والأجهزة الأمنية للقذافي هي علاقات أوثق مما كان يعتقد سابقاً، حيث نفذ الطرفان عدداً من العمليات المشتركة تم خلالها اعتقال المعارضين الليبيين بصورة غير قانونية وتعرضوا للتعذيب. وقد بيّنت دراسة مستفيضة للوثائق تابعة لأرشيف الحكومة الليبية السابقة أن عناصر الاستخبارات الليبية دعيت للنشاط على الأراضي البريطانية جنباً إلى جنب مع MI5، ويبدو أنهم قاموا بترهيب عدد من المعارضين لنظام القذافي الذين منحوا حق اللجوء في المملكة المتحدة. وذكرت الصحيفة أن الوثائق كشفتها منظمة هيومن رايتس ووتش عام 2011 في مبنى حكومي بطرابلس، ومنذ ذلك الحين قام فريق من المحامين بجمعها في إرشيف يشكل أساس المطالبة بالتعويض عن الأضرار. سيد رشيد، بداية إلى ماذا يشير فتح صحيفة The Guardian البريطانية ملف طبيعة العلاقة بين التي تربط تحديدا المخابرات البريطانية مع القذافي في هذا الوقت تحديدا؟ أولا هذا الأمر غير مستغرب، لأنه ويكيليكس كشف لنا كثير من الجوانب الخفية وراء الستار التي كان يتعامل من خلالها الغرب مع الطغاة العرب سواء القذافي أو غيره. ثانيا أعتقد أن هذه الحقائق التي كشفت من جديد ستشكل إحراجا كبيرا للحكومة البريطانية، وستلقي أضواء جديدة على جوانب كانت مخفية من العلاقة الانتهازية إن صح التعبير بين الحكومات الغربية ونظام القذافي. الأمر الثالث، نذكر أنه بمناسبة المفاوضات حول لوكوربي كان هناك لقاءات كثيرة بين رئيس المخابرات الليبية وبعض المسؤولين الأمنيين الكبار في النظام الليبي وبريطانيا، وبالتالي كان يمكن أن نخمن أن في تلك اللقاءات كان هناك اتفاق على تعاون أبعد بكثير مما أعلن عنه، وهذا أمر طبيعي لا يكشف كل ما يدور في هذه المحادثات الخاصة. إذن أعتقد أن هذه المعلومات سيكون لها تداعيات كبيرة في الأيام المقبلة، سيوجه نعم. إصبع الاتهام إلى الحكومة البريطانية. إذن أنت برأيك يمكن لليبيا أن تستفيد من هذه التحقيقات ولن تبقى هي فقط مجرد نتائج على ورق؟ ليس فقط ليبيا، وإنما كل الدول والشعوب التي عانت هي ونخبها من تآمر غربي مع الأنظمة الدكتاتورية
ستجد فيها ردا اعتبار على الأقل لما عانته في السابق، وإظهار الحقيقة، وربما نعم تحقيق حول ما جرى من تسليم معارضين أو تعذيبهم أو نعم غيره من الممارسات المخلة بالحقوق الإنسانية. الكاتب الصحفي رشيد خشانة حدثتنا من الدوحة عبر السكايب، شكرا جزيلا لك. ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يتم بالتعاون مع المرصد الليبي للإعلام. إلى هنا مشاهدي قناة ليبيا لكل الأحرار، نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اتجاهات الصحافة. تقبلوا تحيات الفريق وتحياتي أنا غالية أبو زعفوك، في أمان الله.